السلام عليكم مشاهدي جورنال الأصوات، أنا مصعب التازي. أنا جو أن جون هنا في المغرب، خدام، قريت في أمريكا في العاصمة واشنطن دي سي، اللي قريت فيها لا جيستيون ميديكال. كنت قريت التكنولوجيا تما و الانفورماتيك، و واحد المدة اللي دوزت تما ديال 3 سنين، ومن بعد مشيت لباريس فرنسا فين قريت لا فينونس والبيزنس ادمنستريشن. طبيعة الحال بعد واحد المدة رجعت للمغرب و بديت نخدم في واحد المشروع اللي هو تغير قلبي بزاف مع الوقت، سميتو حياة سونتي، اللي هو تطبيق ديال الصحة وجميع التكنولوجيا، مجموعة في التطبيق هذا اللي غادي نفسر مع الوقت. جيت خدمت هنايا مع الدكتور تازي اللي انا هو ولده، تنعاونو في اي حاجه اللي يمكن لي نعاونو فيها، اي مشكل، اي حاجه اللي في النظر ديالو. بطبيعه الحال تواضحوا بزاف المشاكل اللي كاينين حاليا ديال كوفيد وكورونا والمشاكل الاخرى. هو هذا التطبيق هذا حياه سونتي فيه جميع لي بيزوان ديال الصحه، اللي منهم الطبيب، الانفيرمي، الصيدلة، السبيطار، لابوراتوار، وكل شيء مجموع في بلاصة واحدة. يعني من هذا التطبيق هذا ممكن تلقى هاد لي بيزوان كاملين اللي تيكونوا عند المريض بزيرو ديرهم. فيه بطبيعة الحال الإسعاف حتى هو كيكون واحد لا سونتر دابيل اللي يمكن لك تكومينيكي معاها باش تعرف لا سيتواسيون ديالك وتعرف جيولوكاليزيك، تعرف فين كاين انت. التطبيق تيسولك على جميع الأسئلة اللي تيسولك الطبيب باش تعرف لي سيمبتوم ديالك ديال الكوفيد. يعني ملي تيسولك هاد الاسئله هادو، الا كنتي سوسبي كديكلارا في لاباز دو دوني، ومن تما تيقدر الطبيب يتصل بك من لابليكاسيون، يتصل بك من التليفون ديالك، يتبعك، يعرفك واش كنتي درتي تيست بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعرف لا سيتواسيون كلها ديالك، ويبقى يتبعك حتى تبرا ان شاء الله باذن الله. دونك هذا هو التطبيق اللي خدمت عليه المده ديال عامين ولا 3 سنين دابا، ونتمناو يستافد المواطنين ديالنا وجميع المغاربة. اولا تنموت على المغرب، تنموت على الشعب ديالي، عزيز عليا بزاف. النصيحة الوحيدة اللي يمكن نعطيها للكوفيد هي تلبس الكمامة. الا كنتي مع جروب كبير، شي خمسة الناس ولا 10 الناس، ديما تلبس الكمامة، ديما تبقى في لا سيكوريتي ديالك، ديما دير الجل هيدرو الكوليك. وهادشي اللي نقدر نعطيك في نصيحة. هو بطبيعة الحال ما نقدرش نقول لك بالضبط كيفاش غيكون وقع هاد المشكل هذا. يقدر يكون المشكل مع لي زانفيرمي تما، يقدر يكون المشكل ديال الطبيب، يقدر يكون المشكل ديال الدوسي، يعني موفيز جيستيون دوسي مشى تلف. هو خطا مهم اللي المصحات كاملين في المغرب خصهم يتعلموا منه، باش هادشي ما عمرو ما يتعاود، وما عمرو ما شي واحد يشوف هاد المنظر هذا، فين الاب ديالو ولا الام ديالو ولا اختو ولا خوه يطيح في شي واحد اللي ما يعرفوش، ويلقاه مشى مع المصحه. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.